تنضم إلينا هنا في الاستوديو السيدة لينا قنوع وهي محللة أسواق عالمية في إكويتي جروب. أهلا وسهلا بك لينا. أهلا بك طيب. الله يسعد أوقاتك. ودعينا بدءا نقف مع الدولار. الدولار شهد ارتفاعات ملحوظة ولافتة في الأسبوع الماضي انسجاما مع بيانات أمريكية، لدينا ننتظر المزيد، يعني إلى أي مدى هو مرشح لأن يواصل هذا المنح الصعودي؟ نعم، بالنسبة للدولار الأمريكي خلال شهر إبريل شهدنا تراجعات كانت بأكثر من 2%، سواء من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي مؤشر ثقة المستهلك أو أسعار المستهلكين وتيرة الإنفاق الدخل الشخصي للمستهلك الأمريكي ارتفعت، وبالتالي هذا يعني بيعطي بوادر لأنه بارتفاع للتضخم. بالتالي شاهدنا الدولار الأمريكي عم يستفيد من كل البيانات الاقتصادية وعم نشوف الارتفاعات. طبعا منترقب بيانات كتير مهمة هالأسبوع، رح نشوف كيف حركة الدولار الأمريكي على أساس تلك البيانات، سواء من مؤشر مدير قطاع التصنيع وأيضا الاي اس ام لقطاع تصنيعي. فبالتالي كل هذه المؤشرات وبيانات الوظائف الأمريكية اللي عم نترقبها ممكن نضيف تقريبا ما يقارب المليون وظيفة، توقعات تشير إلى ذلك. وناهيك عن البيانات الإيجابية اللي كانت خلال الشهر الماضي، كل هذا سوف تدعم مسيرة الدولار الأمريكي لو كانت بالفعل البيانات الاقتصادية الإيجابية جد إيجابية جدا. سوف تؤثر على الدولار الأمريكي وتخليه أنه نشوف الارتفاعات. ورح نترقب كلمة جيروم باول يوم الاثنين، سوف يكون لها أيضا تأثير على الدولار الأمريكي. جيد، لينا دعينا ننتقل من الدولار مباشرة إلى غريمه الذهب، وأنت تعلم العلاقة العكسية التي تربط بين الاثنين، لكن ظهرت ربما تداعيات جائحة كورونا في الهند أيضا لتضفي حالة من عدم اليقين في الوضع الاقتصادي. إلى أي مدى يمكن ذلك الذهب من أن يلعب دور الملاذ الآمن ولو لوقت وجيز؟ يعني بالفعل هو لاعب نوعا ما بالارتفاعات اللي شاهدناها الشهر، يعني خلال الشهر عم نشوف كنا مكاسب لأسعار الذهب بسبب الإغلاقات الاقتصادية عم نشوفها وارتفاع حالات الإصابة بالهند، يعني ارتفاعات الإصابة بأكثر من 380 ألف إصابة يوميا. عم نشوف هاي الارتفاعات يعني 20 مليون شخص مصاب بالكورونا في الهند، فبالتالي هذا بيأثر وبيعطي إيجابية ودعم على الطلب على الذهب من ناحية الملاذات الآمنة. لكن على المدى القصير اللي شفناه على الذهب خلال نهاية الأسبوع الماضي هو ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وكما ذكرت العلاقة العكسية اللي بتربط عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي مع الذهب. لكن الذهب ما زال مرشح للارتفاع لأن هناك مع سياسة جو بايدن التحفيزية، وإذا ما قام بتخفيف السياسة النقدية فهناك سيكون بالفعل ارتفاعات للتضخم، سواء السياسة النقدية والمالية وخاصة عن الحزم الأخيرة التي أعلن عليها، فسيكون ارتفاع للتضخم وبالتالي سوف يساعد الذهب على ارتفاع. يعني توقعات ما زالت أنه مستمرة أنه نشوف ارتفاعات، سواء عم نشوف الإغلاقات الاقتصادية سواء توقعات بارتفاع التضخم، خاصة لو كسرنا مستويات 1800 مستويات مهمة نفسية جدا للمتداول. لو راح نشوف مستويات أعلى من ذلك لأسعار الذهب ممكن نوصل ل 1830 بالفترة القادمة. المدى القصير راح يلعب شوي الدولار الأمريكي، وإلى جانب نشوف كيف راح تقول الإغلاقات الاقتصادية وتيرة الإصابات بتلك البلاد. نعم، لاحظنا أن النفط تجاوز ما يحدث في الهند ووصل لارتفاعاته، على الرغم من أن الهند ربما من الاقتصادات الكبرى طبعا ومن كبار المستهلكين للنفط أيضا، لكن كل ذلك لم يمنع النفط من أن يستمر في ارتفاعاته وحدثت به تراجعات الآن. هل لها علاقة بالهند أم أن مسألة العرض والطلب ربما وسياسات أوبك بلس تتحكم في الأمر؟ نعم، من الجهتين بالنسبة للتراجعات اللي عم نشوفها على النفط، الإغلاقات الاقتصادية اللي بالهند، وبالهند هي طبعا ثالث دولة مستهلكة للنفط تقريبا 4.4 مليون برميل، يعني هناك يقولون 7% من يقل الطلب من قبل الهند على النفط، وبالتالي هذا رح يأثر على يعني يأثر على الطلب. وأيضا بداية مايو هي من قبل أوبك بلس بتخفيف برفع بداية الإنتاج من 350 ألف برميل إلى 400 بداية البدء التدريجي برفع الإنتاج، فهذا عم بيأثر على أسعار النفط وعم بيخلي أنه تتراجع، لكن عم بيخلي أنه يحد من هالتراجعات. لا ننسى أنه التعافي الاقتصادي، البيانات الاقتصادية، حملات التطعيم اللي عم تتم على نطاق واسع، وعشر يعني أمل في التعافي الاقتصادي عم بيخلي أنه
ما يكون هالتراجع كبير بأسعار النفط، لكن كما نعلم دائما الإغلاقات الاقتصادية وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا ورفع الإنتاج بشكل تدريجي له تأثير بيكون سلبي على أسعار النفط. لينا قنوع محللة الأسواق العالمية في إيكويتي جروب، شكرا لوجودك. شكرا لك.